براوف برغيت اخطر عنصر واسرع عنصر في صفوف اتحاد العاصمه. خطا فادح من ابراهيم اماتا. الملغاش يسقط في المحذور والجزائر يحصل على ركله جزاء تشتعل معها المدرجات. اخيرا ممكن اقول ممكن ان نتابع هدف لصالح ابناء سوستاره لصالح اتحاد العاصمه. لطفي بوكواسا كان قريبا للشعال. مختار بن موسى يفعلها هي بالرجل اليسرى. مختار بن موسى على ركلة جزاء تشتعل معها المدرجات. أخيرا ممكن أقول ممكن أن نتابع هدف لصالح أبناء سوستارة لصالح اتحاد العاصمة. لطفي بوكواسا كان قريبا للشعال. مختار بن موسى ليفعلها هي بالرجل اليسرى. مختار بن موسى جول.